المبنى المقاوم للزلازل معناه المبنى اللي هو بيتحمل الإجهادات اللي جاية نتيجة الحمل الأفقي من تأثير الزلزال على المبنى. الحاجات المؤثرة في الزلازل كنا بنتبع كل المواصفات الهندسية المطلوبة في أعمال التنفيذ. بسم الله الرحمن الرحيم. المبنى المقاوم للزلازل معناه المبنى اللي هو بيتحمل الإجهادات اللي جاية نتيجة الحمل الأفقي من تأثير الزلزال على المبنى. ده التعريف العام لمبنى مقاوم للزلازل. أما بقى تفصيلات المبنى المقاوم للزلازل معناها إن لما بيحصل زلزال الأحمال بتنتقل من البلاطات اللي هي بلاطات الأسقف اللي هي الحملة السبت بتنتقل للكمرات، والكمرات بتنقل الأحمال للأعمدة، والأعمدة بتنقل الأحمال للأساسات تحت. كل العناصر ديت في تصميمها لها كود للتصميم مقاوم للزلازل. لازم الأول لما نتكلم عن مبنى مقاوم للزلازل معناه أربع نقط أو أكثر. النقطة الأولانية إن الأول حاجة لازم تكون التربة، بنعمل دراسات للتربة المقام عليها المنشأة. لازم التربة دي لا تكون تربة هشة ولا تربة ضعيفة، لأن لو تربة هشة أو تربة ضعيفة لن تتحمل أي إجهاد نتيجة الزلازل. فلازم يكون التربة أولا تربة صلبة تتحمل المنشأ اللي عليها، أدي أول حاجة. تاني حاجة لازم يكون المنشأ محاط بمربع صلب يشيل الأحمال، وبالذات في أول أدوار من المنشأ. أي حركة أو أي انهيار لأي مبنى لا قدر الله بيحصل من الأدوار السفلية، من أعمدة الأدوار السفلية. أول حاجة إحنا لما بنعمل دراسة التربة بنشوف إجهاد التربة دي هل هتتحمل المبنى المزمع إنشاؤه ولا لا. يعني بنعمل جسات تحت المبنى، الجسات دي مثلا كل بتبقى كل 200 متر مسطح على حسب مسطح المبنى، ونشوف إجهاد التربة. تاني حاجة الأعمدة، لازم يكون الأول دور في المنشأ لازم يكون عبارة عن حوائط مربع حوالين المنشأ، عبارة عن حوائط مسلحة، لازم تكون بمواصفات معينة لها كود في الزلزال بتصمم عليه وبتنفذ بهذه الطريقة، وما بيكونش فيها الجدار المصمت ده ما بيكونش فيه غالبا فتحات إلا هي فتحات الخروج والدخول، وما يكونش الارتفاعات عالية، لأن الارتفاعات العالية وبالذات في المباني العالية بقى اللي هي بقى فوق ال 30 وفي ال 40 متر ديت لها مواصفات خاصة مختلفة في التصميم. يعني دي المواصفات العامة للتصميم المبنى المقاوم للزلازل. يعني بالنسبة لعمران ترك احنا نتكلم عن مشروع مثلا مشروع زي مشروع جنة علوة، لما جينا اختار المكان الأرض هنا كانت أرض صخرية، واحنا هنا لما جينا نحفر هنا استخدمنا دقاقات وحاجات ميكانيكية عشان الحفر بس، وكان إجهاد التربة هنا عالي. تاني حاجة هنا عشان المبنى متقسم لبلوكات كتيرة وحاجات كتيرة، فصلنا كل جزء عن التاني بحاجتين، فاصل هبوط وفاصل تمدد. في التصميم المنشأ أكبر حاجة عندنا هنا في 2 بدروم كلهم خرسانة مسلحة وكلهم حوائط مسلحة، يعني في دور أرضي ودور أول ودورين تانيين، يعني ده أقصى ارتفاع للمبنى، ما فيش ارتفاعات عالية هنا. بالنسبة للخرسانات هنا إن احنا هنا استخدمنا خرسانة من شركة بورصة، أقوى الشركات هنا في جلوة شركة بورصة بتاع الخرسانة المسلحة، وبإجهادات عالية بتتعدى المواصفات. لو إجهاد المطلوب C25 كنا بنجيب C30، وكنا في الحوائط والأعمدة بنستخدم C35، دي أعلى مواصفات في الخرسانات. بالنسبة حتى في التصميم كانت القطاعات بتاع الأعمدة كبيرة جدا، وتكاد القطاعات الأعمدة ترقى لمستوى الحوائط، توصل العمود 2 متر و175، يعني كأنها حوائط مسلحة. في التنفيذ بالنسبة للحديد احنا كنا من قبل ما بنشتري الحديد بنروح الأول بنروح بناخد عينات من الحديد وبنوديها المعامل نعمل عليها اختبارات قبل ما بنجيب الحديد، ولما بيجي من الموقع بناخد عينات من الحديد وبنوديها المعامل المتخصصة وبنعمل برضو عليها اختبارات إجهادات، كل الإجهادات المطلوبة في الحديد عشان تتحمل كل حاجة. أثناء صب الخرسانات برضو كنا بناخد عينات
من كل العربيات اللي بتيجي الخرسانة وبنروح المعامل المركزية اللي تابعة للحكومة التركية وبناخد نتائج المكعبات وكلها الحمد لله نتائج مشرفة يعني كده يعني. بالنسبة للتنفيذ كنا بنراعي المواصفات الهندسية في التنفيذ بالنسبة للأعمدة بالنسبة للكنات بالنسبة للوصلات في اللي هي دي حاجات المؤثرة في الزلازل كنا بنتبع كل المواصفات الهندسية المطلوبة في أعمال التنفيذ. حتى في أثناء التشطيب لما كنا بنستخدم البيبان والشبابيك كنا بنراعي المواصفات بتاع الأشياء اللي في التنفيذ اللي هي أشياء يعني مش خرسانات إن هي تتحمل الارتجاج عشان ما تأثرش حتى لما تحصل هزات ما يتأثرش على الناس يعني وعلى السكان وكده يعني.